دكتور ميرزا حسن، يعني كنت في اللقاء الذي جمع الرئيس مع رئيس البنك الدولي، كيف كان اللقاء وماذا تم مناقشته؟ طبعا اللقاء كان جدا جيد ومثمر. أكدنا رئيس البنك الدولي أكد العلاقة الاستراتيجية بين البنك ومصر وجمهورية مصر العربية، وطبعا فخامة الرئيس أكد يعني دور البنك الذي لعبه أيام محنة مصر. احنا ما تخلينا عن مصر أيام محنتها، قمنا بالمساعدات سواء كانت مساعدات مالية والدعم الفني اللي قدمناها لمصر. بجانب هذا شجعنا القطاع الخاص في الأوقات الصعبة أنهم يتمون في مصر، حتى مع كل الأشياء اللي احنا نستطيع أن نعملها لكي يتم، لنعتقد أن هذا هو الجزء الكبير لتحريك الاقتصاد المصري وخلق وظائف عمل. العلاقة عميقة استراتيجية. رئيس البنك شكر فخامة الرئيس السيسي على المجهود الجبار اللي بذله في موضوع تصليح بعض المسارات الاقتصادية، ولو كانت صعبة على الشعب المصري، ولكن الشعب المصري اليوم شريك استراتيجي مع حكومته ومع دولته في موضوع، وجازم على إصلاح الاقتصادي في بلدته. وحقيقة هذا تحية وشكر للشعب المصري. احنا ندري في بعض الأمور صعبة الأيام تمر فيها، خصوصا الطبقة المتوسطة في مصر، ولكن احنا جازمين ان مصر راح تطلع من هالمشكلة هذه في القريب العاجل. يعني بالفعل مصر حصلت على شريحتين من القرض، من قرض البنك الدولي، متى هو موعد الشريحة الثالثة؟ الشريحة الثالثة قادمة، احنا قاعد نبدأ نخلص البرنامج بينه وبين مصر، وهذه الشريحة راح تركز على مناخ الاستثمار، على القطاع الخاص وجلب الاستثمارات إلى مصر، لكي نعتقد أن هذا الجزء الكبير اللي اليوم احنا نعول عليه في موضوع البنية التحتية، خلق وظائف عمل والإبداع. طبعا في بعض الإصلاحات يجب أن يتم على مستوى الجمهورية، سواء كان في تبسيط الإجراءات، تغيير مناخ الاستثمارات، وإحنا حقيقة راح نضع بعض التأمين وبعض خلينا نقول الخسارة الأولى في بعض الشركات، ونشجع الشركات الكبيرة أن تدخل في مصر. اليوم مصر نعتقد أنه فرصة يجب أن تستغل، واحنا راح نضع كل الادوات والاليات اللي عندنا لتشجيع الاستثمار، وحتى الاستثمار المحلي. احنا اليوم هم نشجع اليوم المستثمرين المصريين ان يتمون في مصر ولا يخرجون من مصر، وهذه هم مهمه بالنسبه لنا لتشجيعهم، لاعطهم بعض الامكانيات. فاستراتيجيه المستقبليه اللي جايه في مصر راح تركز بجزء كبير على القطاع الخاص، لان اليوم اذا نبي نجلب اموال لاصلاح الاقتصاد وعمل ثوره خلينا نقول في مجال التنميه، يجب ان يكون على عاتق القطاع الخاص وليس على عاتق الحكومه. خليني اقول لك ان المواطن المصري ما زال يشعر بألم الاصلاح، وخاصه الطبقات الاقل دخلا والطبقات المتوسطه ايضا تشعر بألم الاصلاح، ولسه مش شايفين متى يتم تخفيف هذا الالم. دوركم ايه في البنك الدولي لتخفيف الام الاصلاح، اللي هي اصلاحات ضروريه، ولكنها في النهايه المواطن اللي يهمه الاسعار، الاكل والعيش، توفير فرصه عمل. ما هو دور البنك الدولي في تخفيف عبء هذه الإصلاحات؟ طبعا الضربة اللي أخذتها الاقتصاد المصري ما كانت ضربة صغيرة حقيقة، ولا دولة في العالم انضربت هذه الضربة. يعني حجم الأمور اللي صارت في الاقتصاد المصري كانت كبيرة وليس بصغيرة، ولكن أنا هم أثمن حجم الإصلاحات اللي صارت لكي يصلح هذا الاقتصاد بالشكل السريع. وإذا ما تم حقيقة، وإذا ما تم هذه الإصلاحات، أنا راح أقول لك أن التكلفة راح تكون جدا جدا كبيرة على الكل في مصر لتخفيض التكلفة. العملية الجراحية عادة ما حد يحبها، ولكن يجب أن تتم، يجب أن تتم هذه العملية لكي نصلح هذا الاقتصاد. ولكن احنا عملنا في البنك الدولي، أول شيء رحنا حق المناطق الأكثر فقرا في مصر، رحنا على الصعيد، رحنا على المناطق اللي حقيقة تحتاج مساعداتنا. كبرنا شوية موضوع الدعم المالي والنقودات المنقولة إلى الفقراء. راح نعمل بعد برنامج الحماية ونكبر برامج الحماية، ولكن أنا
مرة ثانية راح أكرر، الطبقة المتوسطة أنا شوية خايف منها في مصر لأن بدت تعاني الحين، وهذه الطبقة اللي هي تحرك الاقتصاد المصري وهي التي تخلق وظائف عمل في الاقتصاد المصري وتحرك قطاعات كبيرة في الاقتصاد المصري. احنا يجب أن ننظر إلى الفقير وحقيقة ونحمي الفقير كثر ما نقدر، ولكن في نفس الوقت يجب ما ننسى الطبقة المتوسطة لأن نعتقد احنا في هالفترة ناسينا. طب ماذا سنفعل لها؟ احنا اعتقد الحين في تشجيع الجزء الثالث من معونتنا لمصر هي موضوع تحريك مناخ الاستثمار وتشجيع مناخ الاستثمار، واحنا نضع بعض الضمانات للمستثمرين لدخول مصر. انا اعتقد هذه راح يكون فيها ضمان كبير لحماية هذه الطبقة. ولكن في شيء ثاني هم مهم بالنسبة لنا، وأنا أعتقد الطبقة المتوسطة يهتم فيها بشكل كبير، إذا قدرنا نعمل إصلاح كبير في القطاع التعليمي، وهذا جزء جدا جدا مهم بالنسبة للطبقة المتوسطة، التعليم يهمهم بشكل كبير. هم الجانب الصحي، أنا أعتقد هذه مكاسب كبيرة لو عملناها الكل أعتقد راح يكون سعيد بهالتطورات اللي عملنا. إحنا راح نبدأ في موضوع التنمية البشرية في هذا البرنامج الجاي، وأعتقد مهمة لربطها مع القطاع مع الطبقة المتوسطة والإصلاح الاقتصادي. إذا كانت الشريحتين الأولى والثانية كانت لدعم الموازنة، فاحنا بنتكلم ان الشريحة الثالثة ستكون تارجتد لتبسيط الإجراءات لدعم التعليم، هتكون تارجتد لمشروعات بعينها؟ الشريحة الثالثة راح تركز على هذه الجوانب، بس راح تركز أوصو على موضوع المناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار. وأنا أعتقد في مصر يجب أن تجرب الحين على أن القطاع الخاص يدخل في عملية التعليم والصحة، ولكن ضمن حدود أعتقد تكون متاحة للكل وتكون حتى ما تكون بثمن كبير. هذه لو عملوها القطاع الخاص أنا أعتقد هذا مكسب كبير لمصر. إحنا حقيقة قاعد نفكر في هي مصر قاعد تعمل أشياء كثيرة ومهمة، كيف ربطها كلها مع بعض؟ هذا الربط اللي احنا اعتقد البنك الدولي قاعد يفكر فيه، شلون نربطها مع بعض لتحريك الاقتصاد المصري. هل رئيس البنك الدولي يتكلم مع رئيس على أهمية القطاع الخاص، على أهمية دور القطاع الخاص، انه برغم أهمية دور الحكومة ولكن القطاع الخاص هو المشغل الحقيقي لملايين الناس؟ طبعا وبلا شك يعني كان رئيس البنك يعني جزء من الاشياء اللي ذكرها اليوم في الاجتماع ان القطاع الخاص قاعد يلعب دور كبير ويجب أن يلعب دور كبير في التنمية. أنا ما أعتقد الحكومة قادرة لكي تضع البرامج الكبيرة للبنية التحتية، لإصلاح التعليم، للقطاع الصحي، حتى لحماية الفقراء. أنا أعتقد القطاع الخاص يجب أن يلعب دور، وإحنا دورنا نخلق هذا المناخ لقطاع الخاص لكي يرجع ويدخل في مصر بشكل كبير مع الضمانات اللي احنا راح نخليها لهم. انا اعتقد هذه الخطوه اللي احنا كل لازم نشتغل عليها، مثل ما قلت في البدايه ان هذه هي شراكه استراتيجيه بين البنك وبين مصر. انا اعتقد مصر ماشيه في الطريق الصحيح، وان شاء الله ناتي ثمار هذه الاصلاحات في القريب العاجل. معدلات التضخم تعدت 30%، معدلات الفقر أيضا ارتفعت بشكل كبير، متى تتوقعون بداية انخفاض هذه المعدلات؟ شوف أنا ما أقدر أعطيك لميس أي شيء بالنسبة لهالمؤشرات، ولكن هل نقول إحنا موجودين بدينا الخطوة الجيدة في إصلاح الاقتصاد؟ نعم. هل راح نشوف ثمارها؟ نعم، لأن إحنا عندنا تجارب مع الدول الأخرى لما بدوا في الإصلاحات والإصلاحات الصحيحة وبشكل سريع وتقليل التكلفة عليهم في عدم الإصلاح. أنا أعتقد إحنا ماشيين في الطريق الصح، وأنا أعتقد والأثمن مرة ثانية هني أن الشعب المصري واقف مع هذه الإصلاحات، وأنا إن شاء الله ما نخسرها. يعني الشعب المصري مهم، أنا أعتقد في أي إصلاح اليوم إذا الشعب داعم لحكومته في هذه الإصلاحات أنا أعتقد إحنا نقدر أن نعطي مصر أفضل بكثير مما كان عليه. يقلقك أي تراجع أو أي أي تراجع في هذه الإصلاحات تقلقكم في البنك الدولي؟ طبعاً، لأن إحنا إذا ما صارت الإصلاحات لأن التكلفة راح يكون عالية على الكل، التكلفة راح يكون على عالية. يعني اليوم الجنيه خلينا نقول على 18 دولار، دولار على 18 جنيه، هذه ممكن تروح إلى 30 والـ40 يعني، والكل راح يدفع ثمنها. إذا تأخذ الإصلاحات اليوم المخزون مع البنك المركزي ارتفع، الموازنة صارت
أكثر ذكاء تدار، العجز بدأ ينزل. أنا أعتقد هذه كلها ظواهر صحية للاقتصاد المصري، وإن شاء الله أنا أؤمن إن شاء الله أن التعافي يأتي في القريب العاجل، ما أعرف الوقت متى، ولكن راح يكون في القريب العاجل، وإن شاء الله المصريين يشوفون ثمار خير كل هذه الإصلاحات. دكتور ميرزا أنا بشكرك شكرا جزيلا. الله يسلمك، شكرا لميس المقابلة.